بسم الله الرحمن الرحيم حضورنا الكريم مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان التواصل يستمر والانطلاقات تتجدد شوطا ويتلوه الاخر من هنا من ارضية هذا الميدان ميدان البصير لسباقات الهجن العربية الاصيلة وضمن تحديات وانطلاقات هذه الامسية الحاضرة الخاصة بشعارات ابناء القبائل وحضور هذه الاسماء المشاركة في هذا الشوط السابع هنا مشاهدينا الكرام هنا في هذا الشوط هناك اسماء وشعارات متميزة وفي هذا الكرنفال المتميز الذي يجمع هؤلاء الأسماء من كل مجلس التعاون الخليجي هنا في هذا التنافس الأخوي الكبير ينطلق حضورنا الكريم هنا مع الشوط السابع في هذا الشوط السابع ومع هذه الأسماء وهذه الشعارات المتميزة أول الأسماء وضربة البداية المركز الأول مقدمة الشوط والانطلاق الرئيسي الاول اول المراكز المقدمه والبدايه المركز الأول والمقدمة والبداية هذه هي الواصلة لعيسى بن متعب بن سعيد بن سالم الكتبي من يتواجد هنا وينطلق مع أول الأسماء ومع بداية هذا الشوط المركز الثاني أرى التدخل والانطلاق من قبل الغزيل أحمد بن علي بن سعيد الرايحي العليلي يتواجد هنا وينطلق مع ثاني الأسماء المركز الثالث يا سلام على هذا التدخل الانطلاق هذه هي نوف المتواجده والمنطلقه مع المركز الثالث لراشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعيه من يتواجد هنا وينطلق مع المركز الثالث الدور دور المركز الرابع، الرابع المراكز من الجانب الايمن ارى التدخل هناك والانطلاق من غفل الريم منصور بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني يتواجد هنا وينطلق مع وجود وانطلاق الريم وشعارك يا ابن حلفان الحاضر هنا والمنطلق مع الغمرانه سالم بن علي بن سعيد آل بريس المري الله يا الغمرانه الله وشعارك يا ابن حلفان الذي يغامر دائما وابدا في مثل هذه الاشواط اذا مشاهدين الكرام مستمعين في كل مكان هذا هو النداء الاول للمراكز الخمسه الاولى الحاضره المتواجدة المنطلقه في هذا الشوط الباحثه عن الناموس وعن الانتصار وعن نيل وانتصار وعن تحقيق المركز الاول هنا في هذا الشوط وهناك اسماء لم يحن موعد دخولها حتى هذه اللحظات في دائره النداء والاذاعه ولكن الحديث بغيه نعود الى المركز الاول الى مقدمه الشوط الله يا ابن حلفان ينطلق ويغير مجريات الامور الغمرانه تتواجد هنا وتنطلق من تغامر على الناموس تغامر على الانتصار الغمرانه تنطلق وتندفع مع اول الاسماء سالم بن علي بن سعيد البريص المري ينطلق مع الغمرانه مع اول الاسماء بينما المركز الثاني ارى التدخل هنا والانطلاق المركز الثاني هذه هي غيوم الله يصل هنا وينطلق مع غيوم سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروع ينطلق هنا مع ثاني المراكز يا مرحبا يا اهل سويحان الذين يتوجون وينطلقون هنا ويقدمون لنا غيوم الحاضره هنا والمنطلقه مع المركز الثاني مع ثاني الاسماء يقدم لنا غيوم سند بن محسن بن مخيت بن حفيظ المزروعي يقدم لنا غيوم مع ثاني الاسماء المركز الثالث عندك يا الكتبي من يقدم لنا وجود الواصله عيسى بن متعب بن سعيد بن سالم الكتبي من يتواجد هنا وينطلق مع المركز الثالث المركز الرابع او النداء وتدخل لانطلاقه ووجود هذه هي موجه لوجود وانطلاقه موجه نعم حاضر مع حامد بن محمد بن سالمين بن مبارك العامري يتواجد هنا ويقدم لنا موجة مع خامس المراكز ولكن يعود أعود إلى المركز الأول أعود إلى مقدمة الشوط إلى البداية والمقدمة أول الأسماء الغمران أهل بن حلفان ابن حلفان من يقدم الغمران مع المركز الأول سالم بن علي بن سعيد البريز المري يلا يا بغنيم جماهيرك ومحبتك بينك يطالبونك بالسلام المسائي المتميز هنا مع وجود وانطلاقه الغمرانه مع اول الاسماء مع المركز الاول الله يا سلامي على هذه النجوميه المتميزه الرائعه والمتميزه على ظهر الغمرانه مع اول الاسماء اول المراكز الغمرانه من تغامر حتى هذه اللحظات على ناموس هذا الشوط ولكن المركز الثاني غيوم غيوم وواصلة مع بن حفيظ المزروعية يتواجد هنا مع المركز الثاني ابو محسن يقدم لنا وجود وانطلاقة غيوم مع المركز الثاني والكتبي ينطلق مع المركز الثالث عيسى بن متعب بن سعيد بن سالم الكتبي المركز الرابع موجة قادمة وواصلة لا محالة مع رابع الأسماء هنا من يقدم لنا موجة حامد بن محمد بن سالمين بن مبارك العامري و ولكن المركز الخامس شعارك بن سفران يقدم لنا نبا مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران ال جحيش هنا مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان اعود الى المركز الاول الى مقدمة الشوط الغمرانة الغمرانة تنطلق مع اول الاسماء يا سلام يا بن حلفان يا حتى هذه اللحظات مع اول الاسماء مع المركز الاول سالم بن علي بن سعيد ال بريص المري ينطلق بدون اوامر ولا تعليمات لا زالت الامور معك يا بن حلفان لا زالت الامور مع الغمرانه الله والله وصلوا هل الطرايب وصلت هنا غيوم سند بن محسن بن حفيظ المزروعي يقدم غيوم مع ثاني الاسماء الكيلومتر الاخير الله مرحبا يا نبا مرحبا يا بن سفران يا سلام مع المركز الثالث نبا ولكن الصدارة الغمرانة 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 الله هي الغمرانة الله المركز الأول والصدارة روحت الغمرانة روح بغنيم مع هذا الانطلاق المتميز بدون أوامر ولا تعليمات العصا كانها تسلم على الغارب لصيل الله الغمرانة توجت توجت بناموس هذا الشوط هناك تنطلق بدون اوامر ولا تعليمات بكل جدارة واستحقاق اشكرك يا بن حلفان على هذا الانطلاق على هذا الحضور الكبير بوغنيم يتابع لنا هذا الحضور المتميز والكبير سالم بن علي بن سعيد آل بريس المري يقدم الغمرانة بدون اوامر ولا تعليمات عصاها في بطانها تابعوا هذا الانطلاق راغب هذا الاندفاع سلام الغمرانه سلام سلام يا ابن حلفان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار تهانينا يا ابن حلفان على فوز الغمرانه وتحقيق بناموس هذا الشوط سالم بن علي بن سعيد البريس آه المرين على هذا الفوز المستحق المركز الثاني من حصلت مع المركز الثاني وصيفه على ناموس هذا الشوت. المركز الثالث غيوم لسند بن محسن بن بخيت بن مزروعي اما المركز الرابع مركز الرابع نبال مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران ال المركز الخامس مركز الخامس كلاسة لجبر بن ناصر بن راشد بن عبد الله بن مقارح اذا مشاهدينا الكرام ومستمعينا في كل مكان تهانينا والناموس لمالك الغمران سالم بن علي بن سعيد ال بريص المري نهنيه على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار قطعت المسافه في توقيت زمني مقداره تسع دقائق سبع ثواني و80 من الثانيه تهانينا ابن حلفان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار